كنا نسولف أنا والمشايخ قبل صلاة المغرب في المكتب في الجمعية عن عمليات التكميم اليوم. من شدة النعمة ومن زود النعمة أصبحنا نقص بطوننا، نسأل الله لا يجعل لها زوال. والصحابة قديما يربطون بطونهم من شدة الجوع وشيباننا الأولين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: خرج أبو بكر ذات مرة في الهاجرة، فخرج عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: يا عمر، ما الذي أخرجك؟ وش اللي خرجك؟ قال عمر: يا أبا بكر، خرجت من شدة الجوع، والله أني جايع. قال عمر: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك؟ قال: أنا يا عمر أخرجني الذي أخرجك، حتى أنا مثلك خرجت والله من شدة الجوع. وبينما هم كذلك إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما؟ فقال كل منهما: يا رسول الله، خرجنا من شدة الجوع. ثم سأل النبي، قال: يا رسول الله، وأنت ما الذي أخرجك؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، حتى أنا والله أني جايع. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فإذا في بطنه حجرين مربوطة تضغط على المائدة حتى ما يشعر بالجوع. الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امضي يا معي، يلا تعالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف في هذه اللحظة العصيبة من يذهب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم معي، هيا تعالوا معي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبو أيوب وطرق الباب. فتحت أم أيوب البيت الباب وإذا بالنبي في وجهها، قالت: مرحبا برسول الله ومن معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيوب، أين زوجك؟ قالت: إنه في البستان. أبو أيوب سمع صوت النبي فنزل مباشرة وأتى ورحب بالنبي وسلم عليه، وقال: يا رسول الله، ما الذي أتى بك؟ وش عندك؟ عسى ما خلاف، وش اللي جابك في هذه اللحظة يا رسول الله؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجه أبو أيوب، فيعرف أبو أيوب من نظرة النبي إنه جاية. قال أبو أيوب: يا رسول الله، ادخل. فأدخله وأدخل صاحبيه وأجلسهما وقال: انتظروا شوي بجيكم. ثم ذهب أبو أيوب إلى نخلته وقطع عذق من تمر، فيه ثلاث مراحل من مراحل نمو التمر، فيه تمر ورطب وبصر، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وابتسم النبي، ابتسم لأنه وجد ما يأكل يسد الجوع، وابتسم لأنه يعلم أن أبو أيوب قد فهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، هل أحضرت لنا نوع واحد بس، تمر بدون رطب، ولا رطب بدون تمر، ولا بصر؟ فيأتي صاحب الفزعة وصاحب الكرم، قال: يا رسول الله، هذا لك، ووالله لأذبحن لك، والله لأذبحن لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إذا ذبحت خلاص نويت، فلا تذبح ذات لبن، لا تذبح النشاه عشان نستفيد من حليبها بعدين ولبنها، اذبح لنا خروف. هذه كل الرطب، هذه الثلاث انواع، هذه مقدمات. ذهب ابو ايوب رضي الله عنه وذبح ذبيحه له، ثم قسمها نصفين، وذهب الى زوجته وقال: يا ام ايوب، اعدي لنا خبز، عجيني عجين وصلحي لنا خبز، وهذه نصف الذبيحه اطبخيها مرق. والنصف الثاني، النصف الثاني اخذ ابو ايوب رضي الله عنه يشويه امام النبي صلى الله عليه وسلم على النار. شفت الكرم؟ فلما انتهى الأكل وحضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمام النبي تمر ورطب وبصر ولحم مطبوخ ولحم مشوي وخبز ومرق، سبع أصناف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رغيف خبز قبل ما يأكل، ثم أخذ قطعة لحم ووضعها في الرغيف ولفها النبي صلى الله عليه وسلم زي السندوتش اليوم، لفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا أيوب تعال. فلما أتى أبا أيوب قال: يا أبا أيوب، خذ هذا واذهب به إلى فاطمة بنت محمد، فإنها لم تأكل منذ سبعة أيام. بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلت من سبعة أيام، وأولادنا اليوم تحضر أمامهم عشرة أصناف وعشرين صنف ويقول: الحمد لله ما أبقى. شفت اللي في المناسبات يذبح عشرين راس وما عنده إلا أربعين ضيف، والله ما هو كريم، والله أن الله سيسأله. شفت اللي يعزم في المناسبات ويزود في النعمة وقال: لا، بنزود وبندق على جمعية حفظ النعمة عشان نشله، والله أن الله سيسأله. شفت اللي عنده ثلاثة ولا أربعة ضيفان جايين من برا منطقة وعزم أولاده وقاربه صاروا كلهم عشرة وذبح لهم أربعة رؤوس، والله أن الله سيسأله، والله ما هو كرم، إن هذا تبذير. الكرم إذا جاء في وقته، الكرم إذا تعرف أن فيه عائلة فقيرة في حسبت العلاية ورحت لهم بسلة غذائية وحطيتها عند باب البيت ودقيت البيت ومشيت وتعرف أنها بتسد حاجتهم، والله أن هذا هو الكرم. الكرم إذا نزل راتبك وقت نزول الراتب وخليت منه ألف ريال قلت والله هذه صدقة للفقراء، هذا هو الكرم.